زيارة شيئا ما مفاجئة وشيئا ما يعني دخلت علي السرور، وأشعر بشرف كبير أن تزورني تلة من مثقفي الأمة العربية ومن شعرائها. بطبيعة الحال الشعر يعشقه الناس في العالم، أنا واحد من عشاقه، وكون هذه التلة كلها تأتي لزيارتي دخل علي السرور. فإذا شكرا لهم وجزاهم الله خيرا، ويعني هي ربما بداية علاقة لكي أساهم معهم، وكنت لست منهم. يعني في كل ما يدعون إليه من معاني نبيلة حول أنسنة العالم وحول نشر السلم وحول الوقوف في وجه الإرهاب والتطرف، هذه معاني لا يمكن إلا أن نعتبر أنفسنا يعني مندمجين فيها ومساندين إياها بكل قوة. وفي النهاية إذن لا بد أن أشكرهم على زيارتهم لكي يعزوني في والدتي أولا ولكي أتعرف عليهم، فشكرا لهم ومرحبا بهم في أي وقت آخر.